اليوم غادي ندير معاكم واحد لاكلاص بالشوفان، زعما يكون فايت لكم تقتوه. قدر كل شيء ممكن. يلا دخلوا معايا ونبدا على بركه الله. بسم الله. كنحتاج هنايا واحد 3 د البيضات، الملح ديال البيض، وكنزيد لهم واحد الساشي الفاني الفلو 50 غرام. كنخلطهم، كنزيد لهم ربعات الحليب 250 ملل الحليب بارد. كنخلط حتى كيذوب داك الحبيبات ديال الحباس ديال الفلون، من بعد كنحطهم فوق العافيه مع التحريك. هنايا كنزيد واحد نص الساشيه ديال الزهر باش كيتلفنا داك النكهه ديال الزفره ديال البيض، وصافي كنبقى كنخلط حتى كيعقد داك الخليط. كنهزهم فوق العافيه وكنخليهم يبرد، نغطيوهم ونغطيو ونخليه يبرد ونخليه على جنب. صافي هنايا كنجيب كاسرولة كندير فيها ربع الحليب 250 ملل، كنضيف لها 4 ديال المعالق كبار ديال الشوفان، معالق ما يكونوش مقنفلين، كونوش عامرين بزاف. وكنزيد 2 معالق كبار ديال العسل. هنا كنزيد واحد شويه ديال المليحه. صافي كنبقى نخلي هكا فوق العافيه وكنبقى كنحرك حتى كيعقد داك الخليط داك الشوفان كيدخل له داك. هنايا كنزيد معلقه كبيره كاوكاو محمر ومطحون، كتعطي واحد النكهه مع الشوفان كتجي زوينه واعره. ملي كيوصلنا الخليط لهاد القوام هذا كنطفيو على العافيه وكنخليوه على جنب حتى كيبرد شي شويه. هنا داك الكريمه ديال البيض والحليب بردات، كنجيبها وكنفرغها في واحد الجبانيه اللي غادي نخلط فيها المكونات كاملين. صافي كي كتلاحظوا كنبقى كنطرف داك الكريمه ديال البيض والحليب حتى كتعقد شويه. هي كنضيف لها داك الخليط الشوفان وكاوكاو والحليب وكنبقى كنطرب. صراحة الله هاد الكريم لاكلاص هذا في الدار مالي الدار عجبهم بزاف، جا والله زعما ما نقول لكمش المذاق و يعني جا واعر واعر، يعني الا جربتوه ما هاديش تندموا. عندك تنساو لي داك اللايكات ديالكم وداك التعليقات ديالكم زوينين، وبارطاج بارطاج بارطاج. صافي هنايا كنغطي بالسلوفان كندخلو للفريكو تقريبا ما بين ساعتين حتى لثلاثة الساعات. انا هنايا خليته تقريبا واحد ساعتين. صافي كنرجع نطربو. صافي هنايا كنرجعو للفريكو المرة الثانية
هنايا غادي نخليه تقريبا شي 3 ساعات. صافي هنايا جمد بزاف، نحاول بشي معلقه نفكو وعاد رجع نطربو. كي كتشوف صافي هادي هنايا نردو يبرد شويه، ساعه ما يتعداش ساعه المكان. المرحله الاخيره هادي صافي. انا يا جبت هاد الكويسات قدبتهم فيهم على شكل بول، و نتوما ما بغيتو تقدموهم قدموهم. ما كملش هنايا تقريبا 15 درهم اللي خسرت في هاد لاكلاص، وعطاتني تبارك الله كميه تما كي كتشوفوا كبيره، يعني الكميه خاصه بالعائله، اقتصادي وصحي في نفس الوقت. زينتهم بصوص كراميل ودرت النوكه ديال الشوفان، طحنتهم ودبرتهم من الفوق. قوت الصحة والراحة، ولا كلاص بلا كخيم شانتي، بلا حليب غبرة، بلا حليب مركز، جا هايل. وما تنساوليش تفعلوا الجرس باش دايما يوصلكم الجديد، ومع السلامة ان شاء الله بوصفة اخرى.